سوق الحضاري 100 100. واحدة عاملة 150 جنيه شغالة؟ شغالة على التجربة. شايف أوضة حلوة جميلة شياكة قدامك؟ حاجة هسمع لك كده بهي بتتكلم عن نفسك. بالراحة بس على نفسك. بالراحة على الأوضة. لا أم 15,000 عندي مش هتعملها بره ب 60,000 جنيه. ده الطاووس ده زان. ادي بق التوس اهو. متع السيد المشاهد كده بالراحه وقرب للسيد المشاهد كده عشان السيد المشاهد اصحاب الانتيكات الشغل اللي اصحاب الدماغ العاليه يتكلم عن نفسه. عاوز نجار النهارده يجي يقول لي انا بعمل الشغل ده. اهو زلط خرسانه متحركه بيتكلم عن نفسه. وادي التسريحه اهي. ارفع. لا اجمع. لا كفايه. ده زان روماني. يعني حوالي كام الغسالات؟ 700 جنيه مثلا. 700 جنيه دي بره الجديده بكام؟ لا في حرنج 5,000. الاسكوترات دي بقى اللي الشباب واخدينها دي بكام بقى؟ الاسكوترات دول واخدين اربعه، الاربعه دول بره ب 1,200، احنا عاطينهم ب 500 بس. ب 500 ليه؟ ب 500 عادي وجديد. وجديد جديد. شايف عندك حاجات تانية حلوه وزي الفل. عندنا عندك دي بره بتتباع ب 1000 جنيه، عندنا احنا ب 700 بس. الجهاز ده احنا بنبيعه ب 500 ب 450. الجهاز ده بره بيعدي ال 1000 جنيه. المشايه دي الجهاز ده جهاز جديد اهو. بصوا حضراتكم المشايات دي مشايات رياضيه. كام؟ ب 800 جنيه. 800 جنيه 800. الكيس بتاعه بيبقى عليه جديد ب 800. يعني عندك اقول لك ايه ارخص الاسعار. عندك الشنطة دي ب 50 جنيه. ده المشاية بتاع الأطفال. طب هات واحدة كده. بكام؟ 50. ب 50 جنيه وده المفتاح بتاعها. بره بتتباع ب 150 وب 200. طب والله حلو، أنا هاخد واحدة. والأرقام بتاعتها شغالة تمام. كله تمام، كله شغال. شايفين حضراتكم؟ هي دي بالاساس استخدمت قبل كده يعني هي لا ما استعملتش بس مركونه. متخزنه فجت لكم. تمام. طب ورينا بقى الحاجات الثانيه اللي عندك. اوري لك الحاجات الثانيه في الاجهزه دي. ده جهاز رغوف اللي هو بتاع تخسيس. ده عامل 400. ده عامل 400 جنيه 400. ده بيشتغل ازاي بقى؟ ده هو احنا لسه منزلين له امبارح بس هو لسه ليه بقى بيتكمل بس هو جديد. ده جزء من جهاز. هو ده يعتبر الجزء المهم في الجهاز. في الجهاز. عندك العجله دي عجل اطفال اهي بالكيس بتاعها. ده عجل اطفال. دي بره في المحلات عامله 1,500 و2,000 جنيه، احنا بنبيعها ب 400 برضه. جديده ب 400 جنيه جديده. دي شغاله. دي جديده لسه ما اتقفلتش. تقيله فعليا. البطاريه بتاعتها اهي ولسه ما اشتغلتش، لسه ما اتقفلتش. اهي والشاحن بتاعها. دي الشاحن بتاعها حضراتكم. ودي عجله اطفال المفروض هي ب 400 جنيه بره ب 1,200. دي لسه ما اتقفلتش الكيس بتاعها. طب والله كويس جدا. في المكانس. مكانس مستعملة. ادوات منزلية بقى بسيطة كده. دول الواحدة عاملة 150 جنيه. شغالة؟ شغالة على التجربة. يعني لو خدنا واحدة ومعاها ضمان ايه؟ ضمان شهر بتاعتي. انا ببيع مستعمل وبدي ضمان، مفيش مستعمل معاه ضمان. في تلفزيونات، بيبقى في ثلاجات، غسالات، انت فاهمني؟ يعني زي ما انت شايف كده. جزء مهم جدا في سوق التونسي الحاجات المستعمله من الاساس.
او الادوات المنزليه بشكل عام، وعلى راسها الاساس والادوات الكهربائيه. طب خلينا دلوقتي احنا موجودين في مكان بيبيع اساس مستعمل. ازي حضرتك يا حاج؟ ازيك يا فندم؟ منورنا. منور حضرتك. شايف عندك اساس حاجات متنوعه، اوض نوم تقريبا وصالونات وانتريهات وغيره بقى. كل من هو يشمل الاساس عندي. حلو. انت هنا في سوق الحضاري التونسي من اول ما ابتدى؟ انا من في سوق التونسي من قبل ما يبتدي هنا. انا ايام ما كنا في السوق القديم. السوق القديم ونقلت معاهم هنا. نقلت معاهم هنا من 30 سنه. قول لي بقى انت، قول لي بقى انت بتعرض ايه؟ انا بعرض هنا موبيليا اساس منزلي مستعمل خارج فيلا، شغل قصور. انا اعلى فامه في سوق التونسي الحضاري. بثقه. الثقه في الله وحده. ونعم بالله. السكة في الله واحد. تاخد من عندي الخامة تتورث للأجيال. حلو. ما عنديش شغل مكياج، عندي خامة. حلو حلو. شايف أوضة حلوة جميلة شياكة قدامك؟ حاجة هزيمة قالك كده بهي. بتتكلم عن نفسك. بالراحة بس على نفسك. بالراحة على الأوضة. لا، الشغل ده شغل مزاج. فلازم اللي يكون بيبيعه ويكون بيسوقه يكون فاهم شغله، يكون عارف مزاج الشغل. يعني لما أجي أخبط على الأوضة بخبط. طبعًا نجيب لك مرزبة وأخبط هنا. صوابعك ما تنفعش حضرتك عندي. تجيب مرزبه معاك؟ انت جديد قوي. تاجي؟ لا طبعا. الاوض عندك بتبتدي من كام؟ الاوض عندي هنا بتبتدي من اوض النوم الاول. اوض النوم الكبيره تتراوح عندي من 15,000 لحد 80-90,000 جنيه. 15,000؟ اه. تاخد من عندي اوضه نوم. حلو. بالخامه دي؟ حلوه دي؟ الخامه هنا تفرق، ما انا مش هقدمش عليك، مش هقول لك الخامه ام 80,000 وام 90,000 حضرتك تمام؟ زي ام 15,000. بالزبط. هنا تختلف، لكن انا ام 15,000 حضرتك انت بره في السوق عشان تعملها عموله مش هتعملها ب 60,000 جنيه. ام 15,000 عندي مش هتعملها بره ب 60,000 جنيه. بحالتها؟ بحالتها، بس الخامه هنا، هنا خامه خشب طبيعي، خشب زان، زان روماني، حاجه ارو، خشب كابس، خشب كونتر اندونيسي. في حاجه شغل متشطب، يعني شغل اهم حاجه برضو في الشغل. وبعدين انا بخش على الفيديو على الفيلا باخدها باشمالها. طب ورينا كده الاوضه دي. الاوضه دي حاجه فخامه، يعني حاجه بتتكلم عن نفسي، حاجه هاديه كده. انت لو اي السيد المشاهد سمع رنه الخشب هيفهم معنى الخشب. اسمع كده. راح. ما عنديش خامه ما تكحتش عيني. انا قبل ما بشتري الخامه بشتريها لنفسي مش للسيد العميل. ورينا بقى بقيه الحاجات. بص هنا اضعف شيء في الاوضه دي ايه؟ الظهر. اي اوضه صنعت على وش الارض اضعف شيء فيها الظهر اهو. هنا انت بتقول لي واحد هنا هندي بيت يعمل لك الشغل هندي بيت ده؟ الدرج ده مفيش مسمار، حشو معشو كله كوايل اهي. وري السيد المشاهد عشان تمتع براحتك. كوايل ما تقلقش، في الدرج ده مسمار واحد اهو، كوايل هندي بيت. حلو والله. شغل بيتكلم عن نفسه. انا اوريك ترابيزه السفره. السفره عندك من كام لكام بقى؟ السفره عندي تبدا كامله، اوضه السفره بوفيه ونيش تمام، وترابيزه السفره يبدا عندي انا من 10,000 لحد 150,000 جنيه. وهوريك اوضه السفره دلوقتي. الطاووس حط تحتيها 200 خط. وريني واحده. تعالى وريني السلم الشهر. خش. دي اوضه سفره. دي سفره شغل قصور. دي الطاووس. انت لو بصيت هنا حضرتك هنا هتلقى طاووس. ده كله خش. ده الطاووس ده زان. ادي بق الطاووس اهو. متع السيد المشاهد كده بالراحه، وقرب للسيد المشاهد كده عشان السيد المشاهد اصحاب الانتكات الشغل اللي اصحاب الدماغ العاليه يتكلم عن نفسه. الشغل هنا بيتكلم عن نفسه، مش محتاج حد يتكلم معاه. هنا ده كله قيمه زان. هنا ده كله حفر على الزان. الطاووس ده زان. هنا حضرتك ادي نيش، وادي دولاب الفضات بتاعها، وادي ترابيزه السفره بتعمل كراسي. تبتدي عندك الاوض بكام؟ من كام ده؟ السفره حضرتك تبتدي عندي من 10,000 لحد 150,000 جنيه سفره. حلو. تبتدي تتراوح. في شغل تكييفات عندي. في حاجه زي دي ارو ماسيف. انا عاوز دي اوض تاني. اه دي اوضه تاني. عاوز نجار النهارده يجي يقول لي انا بعمل الشغل ده. دي اوضه. حرك السرير ده كده حضرتك. لا انت جديد عندي. استنى كده. حرك السرير. لا اهو عادي. يعني بيتحرك اهو. حرك ايه؟ ما انا جديد برضه اهو. شديد انت شديد ماشي، لكن خامه ايه؟ خلا خامه تقيله. ارو ماسيف. للامانه خامه تقيله. ارو ماسيف، مفيش بعد كده غير الخرسانه. مفيش اجدد من الارو والماسيف غير الخرسانه. ليكوا زبونكوا بقى؟ انا ليه عميل؟ اللي ليا زبون. اه. تابعي اني انا. اه.
طب انت دي اوضه نوم برضو؟ دي اوضه نوم، دي عباره عن حضرتك اتنين كومودين يمين وشمال، العسكري اهو وشوفنيره. الشوفنيره اللي هي الشوفنيره احنا بنقول عليه هنا في العسكري. العسكري ادي الدولاب اهو، وادي السرير اهو. التسريح حضرتك وراك اهي، بس انا عايز اوري السيد مشاهد عشان السيد مشاهد هنا يتمتع براحته كده بالجمال. هنا اوري بطن الدولاب هنا للسيد مشاهد. انت دريت عليا وبتوري السيد مشاهد؟ لا يا باشا، وانا ما ادريش عليك، انا عاوزك انت على الصوره كده. تمام، متى هنا يا سيد مشاهد؟ هنا اهو. زلط، خرسانه متحركه، بيتكلم عن نفسه. وادي التسريح اهي. انت عمال ترزع، اللي هيتفرج على الحلقه دي هي يضحك براحته. ده طعم نجف بتاع فيلا. انت برضو احيانا بيجي لك نجف وشغل تاني، بس انت اساسك؟ انا بخش اساسي، انا مهنتي الاساسيه موبيلي اساس ما تنزلي. لكن انا في شغل بيتفرض عليا اخده اجباري. اللي يعني هو مع الـ كل يعني حاجه. العميل بيجي يقول لك انا هبيع الفيلا او ابيع الشقه زي ما كان زي ما هي، انا مش عاوز حاجه منها. مش هيقعد مش عاوز يريح، عاوز يريح دماغه. كل حاجه تتشال، كل حاجه تشتال مره واحده، بدل ما يروح يجيب بتاع النجف بتاع الثلاجات بتاع التكييفات بتاع لا، بيقول لك اللي يشتري الكل مع بعضه. طب النجف بقى بما انه ادوات منزليه برضه، وهي شغل نحاس اساسي من الحلقه بتاعتنا. انت اسعارهم بتبتدي من كام لكام برضه النجف؟ حسب الطقم. حلو، في طقم نحاس بيبتدي من 10,000 وانت طالع، في طقم نحاس يبتدي من 2000 جنيه وانت طالع، في طقم نجف اللي هو الشغل الجديد يبتدي من 500 جنيه وانت طالع. يعني اهو ده ايه بقى؟ ده حضرتك نيش متعم بالنحاس، زان روماني. حلو، من اعلى جوده الزان. اسعار النيش عندك بقى بتبتدي من اسعار النيش تتراوح، من النيشات عندي تتراوح من 2000 جنيه ل 10,000 جنيه. مش غالي شويه؟ لا مش غالي. انت النهارده لو انت رحت خدت الخشب السهل المقفول، الخشب السهل حضرتك تمام، والخشب الدي في ام اللي هو اليمين اللي مغز سوري في اللفظ الكرتون اللي بتلم الزبال، النهارده قال لي نيش النهارده بيتكلم في 5,000 جنيه. انه منطق بيقول لك في نيش خشب طبيعي زي ده كده زان روماني مطعم بالنحاس. النهارده انت عشان تتكلم تعمل ركن زي دي حضرتك، الشغل ده لا فايبر فيبر درجات. الرجل دي اكلنا ما استخدمتش زي ما السيد المشاهد شايف. سوفت معنى السوفت يصد يرد، صد يرد ازاي بقى؟ تقعد عليها يهبط تحتيك تقوم من عليه يطلع تاني. يعني انا لو وريتك هنا عشان السيد المشاهد يتمتع. ورينا كده، تعالى كده معايا كده. هنا دي حاجه 3 متر من كام؟ اسعارها هنا تبتدي من 5,000 ركنه لعندي لحد 40,000 جنيه. حلو، بتبقى كنبه وكنبه تانية. في حاجه هنا ركن، الركن هنا انواع. ممكن في ركن 3 قطع، في الركن اللي هي بيبقى للنوم تقريبا زي دي، بتفرد سرير دي شادي من هنا. سرير بس دي ما بتتفردش. لا دي ما بتتفردش. ارفع. لا اجمع. لا كفايه. ده زان روماني الخشب ده. اتحدى اي صنايعي يعمل الركنه دي ب 50,000 جنيه. انت قلت لي ممكن سعرها يعني الاسعار بتبتدي من 10 ل 40 ل 40,000 بالظبط. بس خامه وقماش بيبتدي عندك الصالون من كام؟ الصالون يبتدي عندي من 5,000 لحد 45 50,000 مستعمل. بس اتحداك ان حد جاب لك الذهبي ده النهارده خش جوه. ده مذهب، ده مذهب، بس ده ذهب هنا يفرق. اقعد كده هنا، اقعد هنا على الكرسي، هنا على كنبه، على اي حاجه. جرب قعدته هتغوص جواه. لا حلو، هنا بقى شغل الشغل الدهبي شديد، شغل الدهبي. دي اوضه اطفال. افتح كده، فتحنا اوضه الاطفال. افتح وشوف الخامه. ما انا عارف انت فتحت اوضه الاطفال، لكن هنا ما كلها اوضه الاطفال، ما في اوضه اطفال ب 3,000 جديده لانك. هي دي ميزه الحاجه، ان هي بتبقى استعمال خفيف، استعمال خفيف وخامه نظيفه وخامه عاليه ومصنعه بجوده عاليه. يلا بينا بقى نكمل جولتنا
مع الادوات او الموبيليا المستعمله هنا اللي موجوده في سوق الحضاري التونسي. خلينا نلف اكتر ونشوف اسعار هنا. انا شايف ان فيها موجود مكاتب، موجود كمان ادوات صحيه، احواض وخلافه، وكمان موجود مراوح وي وي وي. عايز اقول لحضراتكم ان احنا قابلنا هنا حاجات اسعارها في المتوسط، هي حاجات انتاجها عالي، حاجات يعني واقفه على حاجه بسيطه جدا، ولو تم اصلاحها هيتم استخدامها بشكل كويس جدا. خلينا نروح نلف وناخد جوله اكتر، يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا حاج؟ ازيك يا مدير؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله. اسم الكريم ايه؟ شاذلي. ازيك يا عم شاذلي؟ حبيب قلبي. الله يخليك. الله يرضى. انت هنا في سوق التونسي بقالك قد ايه؟ من اول ما ابتدى ولا؟ من اول ما ابتدى. دي تاني سنه. تالت سنه. تالت سنه. الدنيا هنا عامل معاكم ايه بقى؟ الحمد لله. انت هنا انا شايف عندك موبيليا وحاجات وادوات منزليه كتير جدا. انا كنت عايز اسالك الدنيا بالنسبه انتوا بقى في فصالكم مع الزباين اللي بيجوا لكم هنا وبتاع، بتهودوا في الاسعار؟ لا بنهود طبعا، اي حد بيهود، مفيش حد ما بيهودش. طب الاقبال على سوق التونسي يوم الجمعه بيعوضكم يوم الجمعه؟ هو بص الارزاق بيد الله، ممكن تيجي يوم السبت احسن من الجمعه. انت مش هتحدد رزقك بايدك، ربنا اللي بيحدده لك. انت بتطلع من البيت بتقول يا رب، وربنا اللي بيرضي. يعني ربنا بيراضي؟ لا بيراضي الحمد لله، مفيش كلام، وكله هنا بيتراضى، مفيش حد ما بيترضاش. اه والله. عايز اقول لحضراتكم ان من ضمن الادوات المنزليه اللي موجوده اللي لقيناها مثلا زي ما انتم شايفين كده بانيوهات، ده بانيو يعني، وكمان في تقريبا ده جاكوزي، ده مستعمل. تعالى نقول كده تقريبا كل ادواته موجوده فيه زي ما انتم شايفين كده، الشاور بتاعه والضبط بتاعه وكل حاجه، ده مستعمل وموجود هنا في السوق الحضري في التونسي وبيتباع بكل بسعره كده. زي ما انتم شايفين برضو في غسالات، في ادوات خاصه دي خاصه بالمطاعم بشكل عام. زي ما انتم شايفين برضو في المونتال، في شبابيك وبواب وغيره. عايز اقول لحضراتكم احنا كنا بنسال على الاسعار الخاصه بالالمونتال، قالوا لنا ان السعر هنا حوالي 1200 جنيه ده المتوسط او ده السعر النهائي. بره بقى الالمونتال ده اللي زيه بالظبط نفس التخانه وغيره بيباع المتر بحوالي 1700 جنيه، يعني هنا ب 1200 جنيه بره 1700 جنيه، طبعا فرق كبير وكده، وعلى حسب برضو انت هتعمل ايه، يعني لو انت هتعمل كميه كبيره هيبان الفرق وهيبقى واضح جدا. في كم كبير جدا من سخانات الغاز. انا عايزك تدخل كده يا نبيل. احنا لما سالنا على سخانات الغاز دي قالوا لنا ان السخانات دي على حاجات بسيطه جدا وتتصلح، اسعار السخانات دي قليلة جدا، يعني السخان ده بيبقى ربع السخان الجديد، ثمنه ربع السخان الجديد. كمان في غسالات، الغسالة دي عاملة كام؟ من غير فلوس. من غير فلوس، تسلم. يعني حوالي كام الغسالات؟ يعني من 700 جنيه مثلا. من 700 جنيه، دي بره الجديدة بكام؟ تلاقيها في حرنج 5000. 5 6. طب أنا عندي سؤال، هي دي عطلها إيه بالظبط؟ عطلها إيه؟ أو تبقى حاجات بسيطة، دريبوكس بتاع أكس. كمان هنا في السوق طبعا شايفين حاجات اللي هي بتاعه العرض الخاصه بالمطاعم وكده، وادوات تانية وعجل. السلام عليكم يا حاج. حاجة من ضمن الأدوات المنزلية اللي موجودة هنا في سوق الحضاري في التونسي المراوح، زي ما انتم شايفين كده حاجات هي مستعملة بس هي يعني قريبة للجديد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا شايف عندك مراوح كتير وأنواع مختلفة، بداية كلمني على اللي أنت حاططهم في الأرض دول. بتبتدي من 500 و400. هي بره بكام بقى؟ يعني دي ممكن تعمل لها مثلا حوالي 1000، ودي ممكن حوالي 800 مثلا. بس هي شغالة؟ كله شغال 100 على التجربة. طيب اللي على الستاندات اللي زي دي؟ دي برضو حاجة عمود. عاملة 1000. حلو. برضو بره تعمل لها حوالي 1500. دي عندي حاجات اقل في السعر، عمود برضو ستاند زي اللي هناك دي كده. طب اللي جوه عندك ده في المحل ده؟ برضو يتفرج.
عندي حاجه حائطي شايف ده حوائط اللي ملفوف في اكياس ده حوائط تمام شغال برده 100 100 كل ده شغال كله شغال ده كام 450 400 450 ده تمام وده اللي ورا ده برده 450 الاستاند ده برده 450 تعالى كده يا نبيل انا برده شايف في اشكال مختلفه من المراوح في اسعار مختلفه شايف في هنا مراوح اللي هي السقف تقريبا موجودة. دي كام بقى السقف دي عامله 750 السقف دي 750 شغاله برده 100 100 على التجربه واللي جنبها في حاجات زي كده عامله 800 جنيه دي ستاند برده الاستاندات دي 800 جنيه تمام في برده حاجه جنبيها 20 بوصه تعمل 600 جنيه انت شغال مراوح بس مش تكييفات مراوح بس لا لا انا شايف في ستايلات قديمه عندك من المراوح ستايلات دي بقى دي عامله 800 حائطي وفي منها عمود زي كده استاند لو انت عايز حاجه استاند موديل قديم انت برضه. بتجيب مراوح احيانا وبتركب لها انت الاستاند وبتغير الشكل بتاعها لا على حسب حالتها على حسب حاله المروحه بتيجي على حالتها يلا بينا نكمل جولتنا عايز اوريكم بقى بقيه الحاجات اللي موجوده هنا في السوق الحضاري زي ما احنا شايفين كده السوق مليان حاجات يعني من كل خيرات الله موجود ادوات مستعمله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك انتوا مين الشاري ومين البايع انا البياع وهم الناس دي بتشتري انا بشتري من انت جاي مخصوص عشان تشتري من هنا من سوق التونسي الحضاري تمام تشتري الكرسي ده بشتري الكرسي وحاجات تاني وحاجات تاني انا بدات بالكرسي ده الكرسي ده جايبه بعته له بكام ده هو بيقول لي بره في المحلات ب 1450 قلت له عندنا هنا ب 1100 جنيه بس احنا هنا هتواصل معايا كمان كمان ان شاء الله ان شاء الله انت هتواصل معايا لحسنا ايوه احس ربنا الاول ونعمه بالله ونعمه بالله المكان ده مخصصينه الحاجات بتبقى فيها رخيصه لان الحي مع جارنا بسعر رخيص غير المحلات اللي بره غير وضعي بره هنا بنترافع شويه بيبقى الايجارات رخيصه العماله رخيصه شويه فبنرخص السلعه او المنتج بحيث ان يبقى فيه قبول واستمرار في المكان وكده يعني. انت ناوي تشتري ايه تاني بقى هشتري بقى مكتب هنجيب مكتب وهنجيب دولاب وهنجيب قاعده للمكتب الحاجات دي هنا هتتوفر هنا احسن من بره احسن من بره بكتير انت زبون دائم للسوق ايه اكتر حاجه او اشهر حاجه خدتها من هنا من السوق اوضه النوم بتاعتك في البيت خدت اوضه نوم بكام؟ خدت اوضه جراره من هنا بس مش يعني مش من سنه ونص كده كانت عامله كام الاوضه؟ هي الاوضه كانت عامله بره 12 من سنه ونص فخدتها من هنا؟ من بره من بره من السوق القديم لا من بره خارج مكان بره يعني مكان تاني يعني في الشارع يعني انا خدتها من هنا بسبعه خدتها من هنا بسبعه وبره يعني فرق 5000 جنيه طبعا وحضرتك انا اسست مكتب قبل كده من هنا كله الـ 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 الكراسي والدواليب والقعده وكل حاجه جبتها من هنا فرق معايا عن بره مش اقل من 20000 جنيه انا عايز اسال سؤال بقى وعايز اجابه بالامان يعني اجابه امينه يعني مش عايز تجامل الراجل ده لا هو نفس الكرسي ده الحاجه هنا الخامه نفس بره هي هو هو المنتج بس النسبه بتبقى ايه في العماله في الايجارات الزايده ما تجاملوش والله هو مجامله ما تجاملوش والله العظيم انا مش عايز اذكر اسم المحل انا لسه جاي من عنده دلوقتي في وسط البلد لا مفيش ذكر اسماء هي بيبقى في شويه ديفوهات بسيطه بس هو الكرسي اشتغل يعني و100 100 مفيش حاجه ربنا يرزقكم يا رب تحت امرك يا استاذ الله يخليك يكون عند حسن ظن حضراتكم الله يخليك شكرا جدا طيب احنا هنكمل جولتنا في سوق الحضاري في التونسي خلينا كمان نشوف الحاجات اللي موجوده انا شايف في هنا اوضه اطفال بقى احنا اتكلمنا عن اوضه الاطفال وشفنا اوضه اطفال بس عايز اقول لكم ان في اوضه اطفال غريبه شويه هي تقريبا معموله مكتوب عليها كلمه يوتيوب وفيسبوك ومش عارف ايه بتوازي التكنولوجيا والعصر الحديث والكلام ده وخاصه الاطفال نفسهم بقى عندهم الفكر العصري ده هي أوضة شكلها لطيف جدا هنا اليوم الأساسي بتاع سوق الحضاري في التونسي هو يوم الجمعة لكن هنا زي ما احنا بنشوف في الأيام التانية بيبقى الإقبال قليل شوية لكن في ناس قالوا لنا إن يوم زي السبت مثلا ممكن بيبقى فيه إقبال التجهيز للسوق الحضاري للتونسي بيبتدي من يوم الأربعاء بشكل عام يعني بيبتدي الناس يحط حاجاتهم من يوم الاربعاء ويكثفوا الحاجات اللي هي موجوده بتاعتهم وبيخرجوها زي ما انتم شايفين كده طول الوقت موجوده قدام المحلات بتاعتهم
طبعا احنا برضو كل ده اغلب الحاجات اللي هي موجودة اساس طبعا شايفين في تلاجات مستعملة وفي ادوات كتير جدا ليها علاقة بالاساس وبالمنزل. بس احنا قابلنا هنا اسر كتير جدا بسم الله ما شاء الله يعني جاية تاخد حاجات بالاف الجنيهات. وفي هنا اللي بيفكر يجيب باي حاجة من السوق الحضاري هنا طبعا بيلاقي وسيلة النقل المناسبة موجود هنا عربيات اللي هي النص نقل والنقل وكده بتنقل المشترين وبتنقل الحاجات اللي بياخدوها في وقتي يعني بقى مش هتدور على عربية ولا 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 ولا. ويبقى أصحاب المحلات طبعا عندهم عربيات أو عارفين سواقين معاهم عربيات بيبقوا راكنين تحت وموجودين تحت. كمان هنا بقى في السوق بيبقى فيه أشخاص بيبيعوا أكل بيوزعوا وبيقدموا خدمات مختلفة زي مشروبات والشاي وي 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 وي. عايز أقول لكم إن هنا مثلا المبنى اللي احنا فيه ده فيه أكتر من مبنى موجود في السوق الحضاري يعني في مبنى تقريبا ألف وفي مبنى ب. كل مبنى دور أرضي ودور أول كل دور فيه حاجات مختلفة وفي حاجات أنت لو أنت لفيت ما بين الأدوار هيجيلك ذهول هيجيلك ذهول من الحاجات اللي هي بيتم بيعها مستعملة تحس ان هي فعليا هي جديدة مفيش فرق فعليا ما بين الحاجة المستعملة والحاجة القديمة.